ولذلك الذين تمنوا أن يكونوا مثل قارون قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا. اعتبروا أن ربنا لما منع عنهم الدنيا اعتبروا أن ديت منة من الله سبحانه وتعالى. فأنت وانت عايش كده لما تشوف الفاسدين والدنيا تجري في أيديهم لا تنخدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع. الفاسد اللئيم ده هيكون أكتر واحد مع فلوس، فما تنخدعش ولا تتمنى أن تكون مثله. واعلم أن منع الله عز وجل عنك الدنيا هو تمام العطاء وتمام النعمة. لذلك كان شيبان الراعي يقول لسفيان الثوري: يا سفيان، عد منع الله لك عطاء، فإنه لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا. لما ربنا يمنع عنك شيء من الدنيا هذا المنع من تمام لطفه سبحانه وتعالى، بل هذا المنع في حقيقته إعطاء لك. طب أعطاك إيه؟ أعطاك العافية، عفاك من الإيه؟ من البلاء، عفاك من الشر. ممكن ربنا يعطيك الدنيا فتطغى بها وتتجبر، ممكن تكون زي قارون، ممكن تكون أسوأ حال من قارون. إيه اللي كسبته لما ربنا يعطيك الدنيا ويتبدل حالك إلى الأسوأ؟ كسبت الشيء تخسرت. فلما ربنا يمنع عنك شيء من الدنيا هذا المنع في حقيقته هو عطاء، أعطاك الله العافية، منع عنك الدنيا لأن في إعطائها لك الشر، لذلك منعها عنك. فلما منعها عنك كأنه أعطاك العافية والمعافية. فسبحان الله العظيم، الإنسان وهو عايش كده يتأمل أحوال الناس يرضى بما قسمه الله له مع الأخذ بالأسباب وطلب الحلال الرزق الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن خلي دايما أمام عينك الحديث ده، إن طول ما أنت داخل على الساعة أكتر ناس هتكون مبسوطة يعني وعندها ثراء وعندها استمتاع بالأموال وبالدنيا عموما هم أفسد الناس.